اهلا وسهلا، النهارده هنقدم لكم فيديو وممثلين بتوع فيلم الحاره الزباله. حاره الزباله كان فيلم طبعا مش طبيعي، وانا متاكده ان هو هيعجب كل حضراتكم لو اتفرجت عليه، والكوميديا ما فيهاش زيها في الفيلم ده، وان شاء الله نفس الممثلين هيمثلوا فيلم رعب في نفس الفيلا اللي صوروا فيها الحاجات اللي هم صوروها. وهنتقابل اول ممثله معلمه شطره اللي كانت هتاخد البنت من البيت. اتفضل. انا ما كنتش عاجبني الفاظ الفيلم، بس اصلا يعني الفيلم عمل كسر اللي اتفرج، اللي اتفرج على الفيلم هو ما نزلش على اليوتيوب بس اللي اتفرج على الفيلم اكيد قال ده ما فيش فيلم كوميدي عمل قبل كده. عارفين طبعا احنا كل الممثلين اللي عملت افلام زي دي تانية، بس الكوميدي هنا مستوى اعلى بكتير. وكمان انا عاوزه اقول لك بالذات في المشهد بتاع البوليس بتتصل او الست بتتصل الام بتتصل بالبوليس، كان مشهد ما فيش زيه بصراحه. انا اتفرجت عليه وفيه بالذات الفيلم ده، انا اتفرجت عليه لقيته حاجه كده مواهب صغيرين بس ما تعبش، المفروض يكتشف كل حاجه. وهنقدم لكم النهارده كمان واحده اسمها جميله في الحقيقه، وهي بطله الفيلم هتعرفوها، اسمها الطماطم. واتفضلي. اهلا بحضرتك. حضرتك بقى كنت عاوزه يعني فرحانه ولا زعلانه ان الفيلم هيتقدم في الحقيقه وكمان انت؟ لا هو انا كنت فرحانه وكده، بس لما هينزل يعني اتبسطت ان شاء الله عنك. فرحانه جدا. انا متشوقه اصلا ان انا اشوف ان انا اللايكس بتاعه. وانا كمان والله، وانا متشوقه جدا ان انا اقف قدامكم. وطبعا انا اللي كنت بقدم لكم الام، ودي كانت اكتر حته مضحكه، وانا اللي كنت ممثل، وانا اسمي لوجاي، انا اسمي سارة جد. ونشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.